تمدد الأوردة السطحية أو ما يعرف عند العامية بالدوالي يصيب خمس أفراد المجتمع وخصوصا عند المرأة. هناك عدة أسباب لظهور الدوالي، وهي الحمل أو بعض الوظائف اللي تتطلب وقوف مدة طويلة من اليوم. الدوالي تعالج لمنع ظهور مشاكل في الأوردة السطحية، المشاكل التي تسببها الدوالي عادة هي تجمد الدم أو الجلطة أو النزيف أو تقرحات، تغيير بشكل بلون الجلد وشكل الجلد في القدم. علاج الدوالي يتم عبر بكل الحالات عبر الجوارب الضاغطة التي تمنع توسع الشرايين الأوردة السطحية في الأرجل. علاج الدوالي يتم جراحيا أو عبر الليزر أو الموجات الصوتية.